هذه واحدة من الغنائم بتاع الجدات، كان يضرب فينا بها، خديناها منه وضربناها بها. تسليم الأسلحة بعد ما تثبيت الحكومة إن شاء الله، هم نفس الأسلحة تسلم، اللي قاعد هنا رموز، بس رموز من بعد الأسلحة، الأسلحة سلمناها والله. خلينا طرابلس واتجهنا في اتجاه تونس، ولكن المرة هذه على الجهة الحدودية الأخرى، يعني في طريق راس جديد. محطتنا الأولى كانت مدينة الزاوية، أكبر المدن الليبية القريبة من الحدود التونسية، قرابة 200 كيلومتر. موعدنا الأول كان مع الثوار متاع الزاوية، وبعد عملية إقناع صعبة خلونا ندخل بعض المخازن متاعهم، واللي كيما قاعد تشوفوا فيها السلاح ملوح في كل بلاصة، ولا حتى عملية حصر لأي نوع من الأسلحة، ولا حتى حماية حقيقية من التفجير لا سمح الله. الكتائب عملت بعمايلها في الزاوية، وقعد هيثم وهو محقق قاعد يحقق مع الكتائب والموالين للقذافي، يورينا من بلاصة لبلاصة. الشيء النادر اللي ما تشوفوش اللي هي السلاح الخفيف كلاشنكوف، لأن القذافي ما يستعملش فيه معنا بكل، أسلحة ثقيلة فقط، متوسط وثقيل. طبعا تخزنت الذخيره هنا دلاله لحسن نيه الثوار على عدم استعمالها، انها تخزنت وحفظت لتسليمها للجيش الوطني. الذخيره كان بيستعملها ضد الثوار. الاليه اللي شفتها برا انت، هذه ذخيره، هذه هو ده يستعمل فيها هو طبعا. اس بي جي، كل ما يخطر على بالك من جديد البشر موجود عندك. جميع انواع الاسلحه ضرب به، جميع انواع الاسلحه، يعني مش نوع او اثنين. صواريخ تسمى بالسي فاي، هذه كان يستعملوا فيها، هذه غنايم من كتائب القذافي. الهاون، هذه يسمى الهاون، هذه احد قذائف الطاغيه، والحمد لله تغلبنا عليه بفضل الله. طبعا هذه الأسلحة كلها بالنسبة لنا احنا انتهت صلاحية. بعد هالشبعة من الأسلحة والذخائر، قلت خلينا نعمل روحي نحب نشري قطعة سلاح. خذالي واحد من الأصدقاء موعد مع واحد التجار الليبيين اللي بيعوا الأسلحة، قال لي اللي هو تاجر صغير ما عندوش برشا قطايع. ايه هذه سهلة عاد، قديه؟ 700 دينار. وقت اللي بدأت الأزمة بقديه؟ ألف. قول بدأت بألف، 1500. هاي ولات اشترى السوق. هذه الوحيدة المشهورة، هذه سيدي اللي سميوها كلاشينكوف، طيب هذه ب700 مثلا. أول ما بدأت الأزمة وصلت حتى 3000. هذه سيدي سميوها كبيرة، هذه سيدي الأفان اللي هي متاع القناصة، هاي اللي يقولون لك بتاع القناصة، شفتك هذيك الوحيدة كي يطلعوا هكا من فوق ويبدأوا، هذه 1000 دينار. أو يظل لي حتى كانت عددها، هذه يستعملها الجيش الليبي واضح. برا نهز الصغيرة هذه، هاي برا. سيدي 600 من قناعة، 650 برك. هاي سيدي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هاي أخويا، وهذوما 650. يرحم والديك، هاي برا.
من غدوة قمنا في الصبح بكري وقلنا نواصلوا طريقنا للحدود مع صاحبنا المحقق. وفي الزاوية بدأت محطتنا الأولى ومشينا للمجلس العسكري، حبينا نعرفوا قداش هما حريصين على حراس الحدود. هكا توا مشى ياخذ لنا إذن من الكتيبة، الكتيبة المفروض أنه هي توا لاهية بالحدود. طبعا الكتيبة دي ما عندها حتى شرعية بمفهوم أنه هو حرس حدودي، ولكن مرحلي أيام الثورة هما اللي كلفوهم باش يحرسوا الحدود. سيد محمد، كيفاش تم عملية مراقبة الحدود بين تونس وليبيا، يعني انطلاقا باعتبار أنه أنتم مشرفين على رأس جدير؟ لأن احنا أصلا مش مهمتنا جيش، احنا أصلا طلبة وسواقين وكذا، يعني هذا القدرة اللي نقدوا عليها بالضبط، يعني هذه المهام اللي نقدوا عليها بالنسبة للشباب اللي معانا. يعني المشكل عدم وجود مختصين مختصين ويكون عندهم خبرة وفهمات وقوة تحمل وإمكانيات، يكون معبر كله يتسكر. يعني الآن فما مشكل عدم وجود تكون في خبرة، أصلا فيه كتائب هاربين من جبل من فوق نازلين، وفي من كانوا من اليمات الاولى بن وليد متجمعين في الجميل، وفي مجموعه من الجميل اللي هم نفسهم يعرفوا الطريق، اللي هي المنطقه اسمها ظهرة الخص في الحدود، يتعاونوا معهم ويوروا لهم في الطريق ويتم تهريب سلاح من جاك. ملا اذا مش هما هيا نزيدوا اللوجو ومشينا في اتجاه الجنوب ومدينه جميل الحدوديه. السلام عليكم. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. طيب ان شاء الله. السلام عليكم. الله ربي يعطيك الصحه. تو رجعنا لطريقهم. رجعنا. كنا ماشيين من صبرات وصبان. من هذا الطريق تبع ايش؟ كنا ماشيين من الشرق الى الغرب. ايه تو. متجهين لتونس. تو متجهين احنا للجنوب. علينا الجنوب. الجنوب. اللي هي جميل. هذا جميل معناه سبب جميل، وهذه طبعا كانت اكثر من المناطق اللي الحدوديه اللي كانت مواليه للقذافي واللي وزع فيها كميات كبيره وكبيره من الاسلحه، تعرف اللي هي جايه على الحدود واقرب نقطه للحدود التونسيه الليبيه على راس جدير. طبعا في ناس كانوا ضد النظام، ولكن اليوم يحاولوا يعملوا عمليه مصالحه، و راك تشوفوا الشباب الكل في كل المناطق تقريبا مسلحين كل الاعمار تقريبا. بزهرنا لقيناهم يحتفلوا بالتحرير، قالوا لنا لازم تقابلوا المجلس، وقابلنا رئيسه باش نعرف ايضا مدى حرصه على حراسه الحدود. المساهمه التي نستطيع ان نقدمها نحن هي التوعيه فقط كمجالس محلية مدنية، لأن نحن ليس لدينا قوات عسكرية وقوات أمنية قادرة على حماية الحدود، خاصة الحدود الليبية. الحدود الليبية تبلغ طولها حوالي 5000 كيلومتر مربع طولية أقصد، فمن الصعب أن تقضي على هذه الحدود وتسيطر عليها وأن تمنع تهريب الأسلحة أو ما شابه، ولكن يمكن الاستعانة بسرايا ثوار من مناطق أخرى تقع في وسط البلاد والحد من هذه الخطورة التي تشكلها الحدود والانفلات الأمني الواقع على الحدود. ولكن حتى في ظل نظام القذافي، في ظل النظام السابق وظل النظام السابق في تونس، لم تكن هذه الحدود مقفلة أو تحت السيطرة بالكامل، فمن الصعب أن يتم السيطرة عليها خلال هذه الفترة الوجيزة. من غادي امشينا للمجلس العسكري، خلينا الكاميرا تدور وخلينا هيثم المحقق يحكي مع الثوار. احنا طول الليل ونهار نلفوا، عندنا فرق للتمشيط بالتعاون مع كتيبة المرسى، ونضموا في السلاح اللي موجود نجمعوا فيها نسردوا الاماكن نتاع من ناحيه الحدود والتهريب. نفس الشيء عندنا فريق من الثوار. كيف لقيت السلاح؟ السلاح ما بيمشي بروحه طبعا، ما بيمشي بروحه، هو بيكون خايف حط السلاح في مكان. انا لقيت صواريخ سام 7، انت عارف سام 7 شو معناها؟ انها تضرب الطيران المدني. ورفعت مسلمات. لقيتها في مناطق حدوديه؟ نعم. لا مش مناطق حدوديه، بس تعتبر كلها مناطق حدوديه، يعتبرها موجوده هناك. حاطهم واحد في مكان، هو خاف
انه يقوم عنده، فاخذت محطتهم في مكان السفان الجراج في منطقة قريبة طبعا في لقطة يقولوا فيها المهربين سابقا يعني يحط حاجاته ويتكلم صاحبه يتفق بشجي هذاك في الليل ياخذ هو جابها بغلط وما يسحبش ما عرفش شنو هي جايبها من انت عارف قاعدة تبوطي عندنا اي معروفة قاعدة 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 دفاع جوية وقاعدة في معسكر كبير في العسة معروف نتاع الكتيبة واحدة من كتائب الأمنية نتاع الطاغية هذه كلها كان موجود فيها سلاح لما هربوا الازلام الطاغيه الناس خشت للاماكن هذه وخذت حاجات كل واحد يعطيني ذخيره وفي اللي ما يعرفش مش معروف يعني يتسرب واخد حاجه معاه اللي منشر مش معروف ايوه واخد معاه حاجه ممكن ما يعرفهاش او ممكن يعرف هذا حتى هو موجود ما نسهروا ليل ونهار وهذا موضوع حساس جدا ونطمنوا كل اخوتنا في العالم ان ثوار ليبيا في المنطقه الغربيه يفتشوا ليل ونهار على الاسلحه الموجوده سواء كانت مردومه سواء كانت في اماكن على اساس نظفوا بس ما تقعش في دين الناس بالغلط الجيش التونسي يحاول يأمن الحدود متاعه وموجود على حسب معلوماتنا أنه موجود بكثافة باش ما يخليش السلاح يخرج. بعد ما سمعنا المعلومات الخطيرة قررنا نمشي للحدود يعني الثنية الصحراوية وفي الثنية خذينا معانا ضابط قديم في الجيش الليبي اللي يعرف الثنية بالقداء حب يورينا أنه ما فما حتى مراقبة لهنا لا في تونس ولا في ليبيا يعني حتى مثلا لو بتجي مثلا بتكلف الثوار سرايا الثوار معظمها مدنيه يعني فهمت ممكن حتى في من ناحيه انه هو مثلا بيستمر وبيمسك مثلا النظام الاول يعني نظام الجيش او نظام الظفرات مش حيقدر يستمر ما فيش شيء شغل الجيش او يعني مش تكوين ايضا منطقه نائيه وبعيده وتحتاج امكانيات والى ذلك هو هذا كله ما عندناش البرج هذا اللي هو تابع للجيش الليبي بعيد تقريبا 7 كيلومتر على الحدود التونسيه اجا نطلعوا شويه لاحظنا انت الان من خلال الجوله اللي انت معانا انه ما فيش تواجد امني تقريبا نهائيا تقريبا الشريط الحدودي هذا يمتد ممكن من راس جدير اللي عند ذهبه ممكن مسافه 150 او 170 كيلو فهذه كل المنطقه قاعده مفتوحه من هناك انت لما هربت دخلت من المنطقه هذه دخلت لتونس يعني طلعت من المنطقه هذه ما مسكوكش ما مسكونيش ما اصلا هم ما شافونيش يعني لا تونس مسكوني. ولا ليبيا يعني لا الجيش التونسي ولا الجيش الليبي في تلك الفتره لا ما شفناها هذا يدل انه عمليه التهريب سهله جدا من الناحيه هذه ما في الفتره هذيك راهي ممكن كانت مفتوحه اكثر يعني حتى من ناحيه تونس حتى هم ما فيش يعني العمل الاول ممكن يشوف فيه زي قبل زي ما كانوا مثلا حتى هم يعتبروا نفس المستوى معنا يعني لا هنا ولا غادي يعني في اخلال امني حتى هم يعني في تونس وفي ليبيا في اخلال امني فيه موجود ونحن راجعين قبل واحد من المهربين الحديث الكاميرا التونسي والله نظر للظروف الخاصة اللي كنا مرين بها باعتبار احنا منطقة حدودية ومعيشة صعبة وظروف صعبة والواحد 70 حاجة يبي يديرها فشفت الاتجاه بتاع التهريب اشتغلنا شوية تهريب والظروف اللي خلتنا ناخد محاجة زي باعتبار احنا الظروف مهيئة لنا من منطقة حدودية وكان حتى النظام السابق يساعد فينا يعني في الأمور هذه كأجهزة أمنية كقوات مسلحة جيش يعني حكينا ظروف التهريب الآن كيفاش قاعدة الآن في الظروف هذه؟ الأمور مش سهلة وما فيش أي شيء يمسكك على التهريب يعني سواء من تونس سواء من ليبيا حتى من تونس عبارة عن جيش محطوط في أماكن معينة لأن احنا لما مشينا ولما جينا عرفنا إن كانت الجيش محطوطة معينة يبعدوا عليهم شوي ويمشوا عادي ما فيش أي حاجة تمنحهم التهريب كتواسع يعني. وهكاكا وفات رحلتنا لليبيا وقصدنا ربي تونس عملية البحث على أسلحة في تونس ما كانتش عملية سهلة بالكل جمعة كاملة قاعدين في قهوة يراودوها بعض الإخوان من ليبيا قالوا لنا راهو منكم فما واحد في القهوة قاعد يبيع في السلاح جمعة كاملة حتى لقينا الطريقة
اللي نمشي ونصوره بكاميرا خفية ونتأكدوا أنه السلاح يتباع هنا في تونس. السلام عليكم. هزي اخوي شحولي خيرك تمام لاباس عليك شبروك صاحب الراجل وينك لاباس شبروك الحمد لله تمام الحمد لله فين عليك الزيفة شو وطيته ها كلمتك بالجوال 50 رنة كما قاعد لما في السفريدة كاليش صاحبك رجال كويس لا لاباس مريقل وكم رجال وما عندك فين الزيف كيما الاخرين سائر بالثوار هكو ربي نصرنا الحمد لله ربي ماكل هزيك جبت له قضية لا بس طاقة تكون موجودة قديش هيك من الاخر كيما تفهمنا بيبي وعشيري كيما تفهمنا يا عشيري صاحبي الراجل بقى كيما تفهمنا كيما قلت لي ولا هي هاتي 1000 جنيه وسيبوي ها هي 1000 جنيه هاتي 1000 جنيه ماشي الامور والله الحمد لله هيه تمام مصوبين هيه هيه لا يا أخوان هيه هيه يوكي مريقلون هيه 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 حبك رجال ستار ربي يا صاحبي ستار ربي عيش الواحد وليد صغير يلا هل تريد المخزن فرق ولا مليان؟ لا تخلي المخزن مخزن ترى صحيح ترى رجل ترى ما بعض الصوفة هديك نجيبه لك هديك الكرسي ها؟ هديك نجيبه لك خاطر ما يأتي واش سوي الكرسي المريجي المريجي لم بعد الرجل المريجي شبني ستة طلقات فيه مريجي يصلح أخرى فيه يصلح أخرى خيرت فيه يصلح أخرى يعني عندك لا ما كلمو خيرت المريجي المريجي لا مش نشري أنا ببال في اصلا مش خير مش تشوف خير طيب طيب وك امريكا 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 لازمك امريكا عايش خويا السلام عليكم سلام كل الصور كل الأماكن كل الشخصيات اللي صورناها سواء عبر الكاميرا الخفية ولا مباشرة هي حقيقية ما حبيناش لنزينه لنغطيه الحقيقة أيضا الكل ما شاهدناه في هذا الشريط كان في الصميم هذا البرنامج برعاية لانجات واي بي.